بقالي بقى كام يوم ما بنزلش، فرجعت لكم بوصفه المكرونه بالجمبري، بجد حلوه جدا وما اخدتش اي وقت مني. اول حاجه هسلق اللي هي المكرونه الفوتوتشيني او اللي هي الشرايط، وفي طاسه فيها زيت هشوح الجمبري بعد ما قطعته لقطع صغيره، وفي نفس الطاسه هحط مكعبين زبده وتوم مفروم ومعلقه صغيره دقيق، لحد ما يبقوا بالشكل ده هحط عليهم كوبايه لبن وعلبه صغيره كريمه طبخ وملح وفلفل وتوم باودر، وهقلبهم لحد ما يتقلوا، بس يعني ايه مش عايزاهم يتقلوا قوي. هحط بقى عليهم الجمبري والمكرونه ولحد كده ممكن ناكلهم وهيبقى طعمهم حلو جدا، بس انا بحب احطهم بقى في بايركس واحط عليهم جبنه موتزاريلا وادخلهم الفرن، بجد بيبقوا احلى بكتير. هحطها بقى في البايركس وهحط عليهم الجبنه الموتزاريلا، وطلعتهم من الفرن وبس كده. باي باي.